شركة فورتنايت يا شباب حلل عليها الكرم، وإبك جيمز عم تعملها الصراحة مع الناس كلاتها، وعم تتكارم مع الدنيا كلاتها، وعم تعمل أشياء حلوة وخرافية جدا. أول شيء عملت خصم 20% على الفي بوكس، بعد منها عملت تعويض 20% على الفي بوكس لكل شخص شحن هديك الفترة، ولا حاليا فتحوا موقع جديد باسم فورتنايت كوميونيتي باتل اللي ظاهر أمامكم. هذا الموقع يا شباب يمديك إنك أنت تحصل منه في بوكس بشكل مجاني، مجرد ما إنك أنت تعمل تحديات بسيطة جدا. أنا هلا أشرح لك عن هذا الموقع وكيف تحصل منه في بوكس بطريقة مجانية وبطريقة نظامية من شركة إيبك جيمز. يعني أنا الموضوع لو ما كان بشكل نظامي ومن شركة إيبك جيمز ولا بحكي عنه، لأنه هي الشغلات أول ما شفتها أنا ما صدقتها، ولكن طلع الموضوع فعلا حقيقي من شركة إيبك جيمز. فأنا رح أشرح لكم كيف تحصلوا الفي بوكس بشكل مجاني، وأشرح لكم كل شيء عن التحديات وعن القواعد تبع هذا الشيء. فهلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. قبل ما بلش بالفيديو تبعي واحكي بالنسبه للفي بوكس المجاني، بتمنى لو انت اول مره عندك تشاهد الفيديو على القناه تشترك وتفعل زر الجرس وتحط لايك وتكتب كومنت حلو وكود دعم بالاتم شوب نيمو 9. لو انت حابب المحتوى عجبك المحتوى تدعمني بهذا الكود نيمو 9 اللي ظاهر امامك. خلينا هلا اول شيء نحكي بالنسبه شو هذا الفي بوكس المجاني القادم من لعبه فورتنايت. انا رح اشرح الموضوع كتير يا شباب لانه الموضوع اول مره بيجي معنا. شركه ايبك جيمز بشكل عام او فورتنايت لعبه فورتنايت تبع ايبك جيمز عملت موقع جديد باسم فورتنايت كوميونيتي باتل اللي ظاهر امامكم. هذا الموقع يا شباب يخليك انك انت تاخذ في بوكس مجرد ما انك انت تعمل تحديات بسيطه. طبعا قبل ما ابلش الرابط موجود تحت بالديسكربشن لو انت حابب تفوت عليه وتشارك، وانا بنصحكم كلياتكم تفوتوا تشاركوا لانه الموضوع فعلا حقيقي 100% ومو كذب. وهذا الموقع ايبك جيمز مبدئيا يعني يا شباب بتفوت على الرابط اللي ظاهر امامك، بيطلع امامك هذا الشيء اللي هو موقع ايبك جيمز. اول شيء هذا الموقع يا شباب بيطلب منك انك انت تعمل لوجين على الحساب اللي انت فيه. هلا مبدئيا خلينا نعمل لوجين مع بعض وبعدين احكي لكم عن القواعد وكيف تحصل في بوكس. بتكبس على كلمة لوجين اللي ظاهرة امامك فوق على اليمين، بيطلع لك هاي الواجهة بيقول لك يو نيد ان لوجين ومدري شو، انك انت لازم تفوت. بتعمل لوجين بالاصفر اللي ظاهرة امامك، بحولك دغري على صفحة ايبك جيمز اللي ظاهرة امامك دغري، بيطلب منك انك انت تفوت على البيانات الخاصة فيك. بيطلب منك يا اما حساب الايبك جيمز تبعك يا اما حساب البلاي ستيشن تبعك. لو انت كنت فاتح الايبك جيمز تبعك على المتصفح بتعمل له سماح وخلص الموضوع، اما لو انت مو فاتحه بتكتب على ليس انت او ليس انا انقر هنا، يعني بتنقر هون تحت وبتغير الحساب لو انت مو هذا الحساب اللي عم تلعب فيه. انا هذا الحساب ما عم بلعب فيه الصراحه، لحط الحساب الثاني وارجع لكم. يا شباب انا هذا الحساب اللي بلعب فيه اللي هو باسم نيمو يوتيوب كل الناس بتعرفه، رح اعمل له سماح. يعني شوفوا انا حسابي اللي بلعب فيه من سيزون 4 وكله سكنات وشغلي الي حطيته، يعني الموضوع فعلا نظامي وما في اي هكر او اي سرقه بالنسبه للحساب. بعد ما حطيت الحساب تبعك وبشكل نظامي بيطلع اسمك فوق نيمو يوتيوب. بس بدي اقول لكم على شغله، ما بيخليك تعمل لوج ان خلص متى ما حطيت الاسم تبع الحساب تبعك على المتصفح، ما عاد تعمل لوج ان، لازم تحط على متصفح ثاني. هي اول معلومه لازم تحطوها ببالكم. بعد منها بتنزل لتحت، بيطلب منك عدة تحديات لازم تعملها لحتى انت تكون كاتب لك هون move up to the final become the best win in rewards. يعني انت لازم تكون الافضل لحتى انت تاخذ الاشياء. انا بعتذر عن اللغة تبعي ولكن بعرف انا ترجم هيك بس ما بعرف اقرأ. مهم هلا انت بعد ما حطيت الايميل تبعك بيظهر امامك بهذا الشكل. هدول كانوا مسكرين يا شباب، هلا حاليا فتحوا. هدول مجرد تحديات، تحديات بتكون من داخل موقع اللعبة من هون ما بتشوفها جوات اللعبة. يعني انتو عم تلعب ما بتلاقيهم جوا على طاولة الترابيزات تحدي، او بتلاقيهم على الدايل تشالنج او على اي شيء. هدول بتلاقيهم فقط على موقع اللي انت هلأ داخل فيه. هدول التحديات يا شباب الداي 1، هدول التحديات تبع اليوم الاول. هذا الموضوع ما حدا حكى عليه بشكل نظامي او بشكل موسع، ولكن هلا اول شيء بلش معنا انا كنت بدي اعمل بث مباشر، ولكن اجلت البث المباشر مشان اعمل هذا الفيديو لان هذا الفيديو مهم جدا. بالنسبه للجوائز يا شباب شو رح يكون نصيبك للجوائز؟ بالنسبه للجوائز انك انت لازم توصل فترات معينه لحتى انت تحصل الفي بوكس. يعني مثلا لازم تكون من توب 1 لتوب 500 بتحصل من 1000 في بوكس ل 2500 في بوكس. هدول كلها القواعد راحوا علينا انا لانه مدري ليش روحت، انا ما بعرف وين راحوا هدول، ما بعرف وين راحوا هدول، ما بعرف اختفوا التحدي القواعد. المهم يا شباب هلا هي القواعد مو مهمه جدا، بس انت كل عليك انك انت تعمل لوجين. مجرد ما انك انت بتعمل لوجين على هذا الموقع خلص هيك انت وضعك بالسليم. بيطلب منك هدول التحديات. التحدي الاول بينطلب منك انك انت لازم تلعب 60 دقيقه باي مود كان، يعني بتلعب ب 60 دقيقه باي مود، بتدوب السولو او بالسكواد مثل مظاهر امامك. لحتى انت تعرف كيف لازم تشيك على هدول التحديات
كل نص ساعة مكتوب your state update every 30 minute، يعني كل 30 دقيقة بيعمل update للبيانات تبعك، يعني انت كل 30 دقيقة بتقدر تشيك على الموقع تبعك وتشوف البيانات تبعك. يعني هم مطلوب منك 60 دقيقة انك انت تلعب بالسولو او دو او سكواد، بعد 30 دقيقة ما تلعب او بعد بساعة ما تلعب بتفوت بتشيك على الموقع بتلاقي هاي 60 صارت 50 من 60، 40 من 60، حسب شو انت لعبت المود وقديش المدة اللي انت لعبت فيها. هيك تمام لحد الآن، لحتى انت تعرف كيف نظام هدول التحديات بيصيروا. وبعد منها بيقول لك انك انت لازم تجيب من توب 1 لتوب 6 بالسكواد فقط لا غير. مود السكواد مثل مظاهر امامك هون، مود السكواد انك انت لازم تحط عمود السكواد وتلعب، ولازم تضل من توب 1 لتوب 6. اكتر من توب 6 ما بنحسب هذا التحدي. يعني بتنزل بتلعب سكواد وبتشيك بعد ما تلعب جيم السكواد او تجيب فيكتور رويال او تجيب توب 4، بعد بنص ساعة بتفوت بتشيك على الموقع بتلاقي هون صارت 1 من 1، يعني خلص التحدي. وبعد منا في هذا التحدي الاخير اللي تحت بيطلب منك انك انت تقتل 3 اشخاص باي مود كان، بدو بالسولو او بالسكواد، 3 من 0. يعني هلا انت عندك هون 3 من 0، بعد ما تقتل 3 اشخاص باي مود كان بترجع بعد نص ساعة بتشيك على الموقع بتلاقي صار 3 من 3، وهيك انت تكون خلصت التحدي. طب هلا هيك يعني الموضوع خلص انا اخذت الفي بوكس؟ لا، الموضوع ما خلص، لانه في يا شباب الدي 1، وفي بعد منا الدي 2، وفي بعد منا الدي 3، وفي بعد منا الفاينل. الفاينل اللي هو بيكون نهائيات. بالنسبة للنهائيات يا شباب، هلا انت لازم تفتح هدول الثلاثة اللي ظاهرين امامك لحتى انت تقدر تفوت على الفاينال. بالنسبة للفاينال ها مثل ما تلاق انك انت لازم تعمل كومبليت اول تشالنج، يعني انت لازم تخلص كل التحديات. بالنسبة للتحديات هدول بيفتحوا مجرد ما انك انت تخلص هدول التحديات الاولى. وانا طبعا ما حقدر اشرح لكم كل التحديات، التحديات بسيطة جدا وسهلة، يعني الموضوع بسيط كتير وما بده كتير شغل. يعني شايفين اول تحديات كل عليك انك انت تقتل وتضل توب، الموضوع كتير ايزي وسهل. انا حطيت الايميل اللي انا بلعب فيه على البث مباشر او ايميلي الرسمي لاني بلعب فيه كتير، وهذا الموضوع بيخليني انا يساعدني اني انا اجيب توبات واقدر احصل في باكس. بالنسبة لليوم الثاني مثل ما قلت لكم انك انت لازم تاخذ اول شيء اليوم الاول، بعدين اليوم الثاني، بعد من اليوم الثالث اللي هو بيفتح يوم 21/8، يعني ان شاء الله بعد يوم من تسجيل هذا المقطع يوم 21/8 الساعة 10، طبعا مو بتوقيتنا رح يفتح، يعني انا ما بعرف انت التوقيت بالضبط بس يمكن توقيت امريكا، يعني تقريبا على الفجر عنا بيكون هيك تقريبا، او بيكون عنا بعد الظهر، مالي متأكد امتى بيكون عنا. ولكن المهم انك انت يوم 21 شيك على الموقع وشوف هدول التحديات بعد ما تخلص هدول التحديات. ولما تخلص الاول والثاني والثالث بتفوت على الفاينل وبتاخد. وبالنسبة للجوائز، الجوائز ليك ظهرت امامي، انا ما كنت بعرف. بالنسبة للجوائز، الجوائز يا شباب من توب 1 لتوب 5 بتاخد من 1500 في باكس ل2000 في باكس، يعني الموضوع كتير سهل. وبالنسبة للجوائز المتوسطة من توب 6 لتوب 500 بتاخد 1200 في باكس عفوا ل500 في باكس، يعني لو انت ضليت من توب 6 لتوب 500 بالنسبة لدول التحديات، يعني انت لازم تجتهد مشان دول التحديات لتوصل توب عالي. بالنسبة للتوب 6 للتوب 500 بتحصل 500 في باكس ل1200 في باكس. وبالنسبة لأقل شيء والناس اللي ما بتعرف تلعب أبدا أبدا أبدا، هدول الناس اللي ما بيعرفوا بنوب يلعبوا لح يحصلوا من 501 انت مركزك من 501 لل20000 بتحصل من 200 ل300 في باكس، يعني الموضوع كتير بسيط. يعني انت لو ما بتعرف تلعب بنوب بلعبة فورتنايت بتضل من مركز 500 لمركز 20000 وبتحصل من 200 ل300 في باكس. مو كرها، يعني مو انه كخل 200 في باكس او 300 في باكس، حلوين 200-300 في باكس بيساعدوك انك تشتري ايمونت لو انت ما عندك اي شيء. وبالنسبة لأقل شيء، اي شخص بيشارك بهاي البطولة او بيشارك بهذا الشيء اللي هلا عملته فورتنايت لح يحصل هذا سبراي لاما اللي ظاهر امامك. الموضوع كتير بسيط، في اكتر من مركز، يعني انت كل عليك انك انت تخلص التحديات اسرع باسرع لحتى انت تكون فرصتك اكتر من 1500 في باكس ل2500 في باكس. من المركز الاول للمركز الخامس بيعطوك 1500 في باكس ل2500 في باكس. هذا هو بالنسبة للموقع يا شباب، وانا لو مالي واثق منه 100% ولا ابدا لحط الموقع اللي انا بلعب فيه او حط الحساب اللي انا بلعب فيه عفوا بشكل عام اللي هو انا تعبان عليه من السيزون 4 تقريبا. هذا هو بالنسبة لموقع الفي بوكس، بتمنى تكون عجبك واستفدت بالمعلومات. الرابط موجود تحت بالدسكريبشن لو حابب انت تشارك بهذا الشيء اللي ظاهر امامك. الموضوع كتير سهل وبسيط واي حدا بيقدر يربح فيه. والتحديات لح ارجع عيد يا شباب، تحديات مو موجودة باللعبة، كل شوي بتفوت بتشيك على هذا الموقع اللي انا طارق لك رابط بالدسكريبشن، بتفوت لعندي اذا بدك على الفيديو بتفوت على الرابط وبتشوف شو الوضع. افتحها من المتصفح اللي انت بتلعب فيه بالعادة، لا تفتح من على متصفح ما بتشتغل فيه. يعني انت لو عندي على اليوتيوب لحين لك على
المتصفح تبع اليوتيوب، لا انقل على جوجل او على الفايرفوكس اللي عندك وسجل دخولك تسجيل نظامي وظبط وضعك 100% من بدايتها لحتى يكون وضعك تمام من الاول. لا يعني لا يصير تخبيص انك انت تفوت على موقع وتقيم موقع. انا هيك شرحت كل شيء وشرحت كتير وحكيت كتير بهذا الفيديو مشان تتعلموا شو الطريقة، لان الطريقة اول مرة بتكون معنا واول مرة بتصير معنا هاي القصة. بتمنى تكون استفدت بالمعلومات. كل الدعم بالآيتم شو بنيمو 9 وبرعاية الله.